شكرا سيد النائب المحترم. بغيت نذكر بانه التحرير ديال قطاع النقل الجوي بلادنا بدا في سنه 2006 وساهم باش نوصلوا اليوم لازيد من 45 شركه طيران تتنافس في السوق المغربيه خاصه مع السوق الاوروبي، الامر اللي ادى الى انخفاض الاسعار اجمالا مقارنه مع ما كانت عليه قبل تحرير لهذا القطاع الحيوي، ولا سيما بعد دخول الشركات ذات التكلفه المنخفضه، ونظرا للمنافسه الشرسه التي يتسم بها قطاع النقل الجوي ببلادنا، تتعمل الخطوط الملكيه المغربيه على ضبط وتحيين اسعارها باش تواجه هاد المنافسين ديالها من خلال الاشتغال باجهزه متطوره تتحدد بها الاسعار المناسبه وفقا لفترات السنه، وتتماشى مع تطور العرض والطلب، مع المراعاه بالطبع الضروري للتوازنات الماليه ديال هذه الشركه بخصوص المستقبل والتظاهرات المستقبليه. تتعبئ ايضا الخطوط الملكيه جميع الموارد التقنيه ديالها والبشريه باش تمكن من الاستقبال ديال هذه المظاهرات في المستقبل ان شاء الله. شكرا.